بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الحبيب الأمين وعلى آله وصحابته الغر الميامين. أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أشنف الربع الماضي مع الخطاب القرآني هو كيواجه المشركين في الزعم ديالهم والادعاء ديالهم الباطل، وفي بداية الربع الأخير من الحزب 15، ومن بعد إبطال حجج المخالفين وبيان ما هم عليه من زيغ وضلال، ومن بعد نقد المعتقدات ديالهم الفاسدة والتقاليد ديالهم الراكدة، غادي يجي المنهج الرباني القويم المتمثل في هذيك الوصايا الخالدة الجامعة لأسس العقيدة وأصول الشريعة ومكارم الأخلاق، واللي هي ثابتة في جميع الرسالات الربانية وما تنسخاتش حتى في شي ملة، وقيل إنها العشر كلمات المنزلة على سيدنا موسى عليه السلام. تقول الله عز وجل: قل تعالى واتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا. فالله تعالى كيأمر الرسول الحبيب عليه الصلاة والسلام أن ينادي المشركين تعالوا، أي أقبلوا، باش يتلوا ويقص عليهم بل على الخلق أجمعين ما حرمه الله تعالى حقا بشرع الإسلام وبكل الشرائع السابقة، ماشي داكشي اللي حرموهم على أنفسهم ونسبوه لله عز وجل كذبا وافتراءا. وأول محرم كيبدأ به الله تعالى هو الشرك بكل الصور ديالو والمظاهر ديالو وبأي شيء من المخلوقات ديالو. ألا تشركوا به شيئا، أي تصحيح المعتقد، لأن العقيدة الصحيحة هي الركن الأول من أركان الإسلام والأساس الراسخ لهذا البنيان الشامخ، وهي المحور العام لهذه الصورة الكريمة. وبدون هذا التصحيح ما يمكنش يكون هناك تكليف ولا فرائض ولا أوامر ولا نواهي ولا حكم ولا تشريع. فالاعتراف بوحدانية الله تعالى وتفرد بالألوهية والربوبية وبالتحليل والتحريم هو السبيل للطاعة والامتثال. ولذلك عقب الله تعالى بعد الأمر قل بفعل تعالوا، اهتماما بالغرض المنتقل إليه بأنه أنفع لهم والقوم ديالهم. ومن بعد حق الله تعالى اللي هو التوحيد وعدم الشرك كان شي حقوق العباد، وأول حق كيأكد عليه الله تعالى من بعد الحق دياله هو حق الوالدين، وبالوالدين إحسانا. وهذا كيدل دلالة قوية على عظيم حق الوالدين وعظم المكانة ديالهم في الإسلام، فهما سبب وجود الإنسان وصاحب فضل عليه في التربية دياله والبذل ليه والإنفاق عليه. فقد تحملت الأم أثقالا كثيرة بالحمل دياله، ولاقت آلام شديدة وقت الوضع دياله، وسهرت على التربية دياله وضحت بجميع الشهوات ديالها وقدمت على نفسها جميع الأطوار دياله. فكم ليلة باتت بثقلك تشتكي، لها من جواها أنة وزفير، وفي الوضع لو تدري عليك مشقة، فكم غصص منها الفؤاد يطير، وكم مرة جاعت وأعطتك قوتها صفوا وإشفاقا وأنت صغير. جاء واحد الرجل عند عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: إن لي أما بلغ بها الكبر، وإنها لا تقضي حاجتها إلا وظهري مطية لها، كيطلعها فوق دورو باش تقضي الحاجة ديالها، وأوضئها وأصرف وجهي عنها، كيدور وجهه باش ميشوفش العورة ديالها، فهل أديت حقها؟ قال: لا. قال: أليس قد حملتها على ظهري وحبست نفسي عليها؟ قال: إنها كانت تصنع ذلك بك وهي تتمنى بقائك، وأنت تصنع ذلك بها وتتمنى فراقها. يا الله، رحماك رب العباد. هذا حل الأم. وأما الأب فهو كد وسعى وتنقل وربما سافر وتحمل الأخطار والأقدار بحثا على كل ما تصلح به المعيشة الأبناء. فاللهم ارحمهم كما ربونا صغارا، وأعنا على برهم والإحسان إليهم. أحبتي في الله، ذكر الله عز وجل إحسان الوالدين ضمن المحرمات، لأن الأمر بالشيء هو نهي على الضد دياله، فكأنه تعالى كيقول لا تسيئوا للوالدين، لكن عدم الإساءة بوحده غير كاف، فلذلك أمر تعالى مع عدم الإساءة الإحسان لهم بالأقوال الكريمة الحسنة والأفعال الجميلة المستحسنة. فما كيكونش الإحسان بالكفالة ديالهم وإمدادهم بهذاك الشيء اللي كيحتاجوا ليه فقط، بل هو أعمق من ذلك في القول والعمل والبدل والمواساة وإدخال السرور. وكنلاحظوا أعزائي أن الله تعالى قدم الجار والمجرور بالوالدين على المتعلق ديالو إحسانا، المزيد الاهتمام بهم والتنبيه إلى أنهم أولى من دون الناس كلهم بالإحسان، فناسب تقديمهم لفظا تقديمهم معاملة، وهذا من روائع البيان القرآني. ومن بعد حق الوالدين على الأبناء كيجي حق الأولاد على الآباء: ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم. فهذا نهي على قتل الآباء الأبناء ديالهم خوفا من الإملاق اللي هو الفقر. نحن نرزقكم وإياهم، فهو سبحانه وحده المتكفل برزق الأبناء
كيمسك في الرزق ديالهم هما. ولذلك ذكرت على الرزق ديالهم مع رزق الاباء ديالهم، وقدم رزق الاباء للاشاره الى انه تعالى كيما رزق الاباء فما ماتوا شي بالجوع كذلك غادي يرزق الابناء. ولما كنتدبروا اعزائي هذه الجمله كنوجدوا انه تعالى اني عدل عن اسلوب الغيبه اللي جرى عليه الكلام من قوله تعالى ما حرم ربكم الى طريق اسلوب ضمير المتكلم نحن نرزقكم، تذكيرا بان اللي امر بهذا الشيء كله هو الله تعالى، وبانه عز وجل هو الرزاق بوحده دون سواه، حتى كانه تعالى اقحم الكلام ديالو بنفسه جل في علاه في اثناء الكلام ديال الرسول ديالو اللي امر بالتبليغ ديالو، فكلم سبحانه الناس بنفسه تاكيدا وتصديقا للرسول ديالو عليه الصلاه والسلام، وتاكيدا على انه هو اللي كيرزق العباد ديالو جميع خلقه. ومن بعد بيان حكم الله تعالى في تنظيم العلاقه الاسريه ما بين الاباء والابناء كيجي حكم الله تعالى في تنظيم المجتمع والتطهير ديالو. ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، والفواحش هي الذنوب العظام اللي تجاوزت الحد من الفحش، فكاينها الله تعالى على الاقتراب منها سواء اللي ظهر منها او الباطن اللي هو متعلق بالقلب. ففي الجاهليه كانوا ما كيعيبوش الزنا مثلا في السر، وانما كيعيبوه في العلانيه وكيعتبروه امر قبيح، فلذلك جا النهي عليه في السر والعلن، كما ان النهي نجا على مجرد الاقتراب من هذه الفواحش فضلا على العمل ديالها، اي اجتناب كل ما كيوصل لها من مقدمات ووسائل. ثم كيجي النهي على قتل النفس، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق. والايه اعزائي متضمنه قتل النفس المسلمه وغير المسلمه المعاهده، فلا يجوز قتل النفس اللي حرم الله تعالى الا بحقها، اي الا بما يوجبه الحق، ومن الحق قتلها قصاصا او بالرجم لمن زنى وهو محصن، او قتلها بسبب الرده ونحو ذلك من الاسباب اللي ورد الشرع بها. وفي الصحيحين عن ابن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم يشهد ان لا اله الا الله واني رسول الله الا باحدى ثلاث، الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعه. فهذا حق المجتمع المسلم كله أنه يعيش في أمان واستقرار، فما كتقتلش فيه شي نفس إلا بالحق ديالها. ثم كيختم الله عز وجل هذه المحرمات والحقوق والواجبات بالتعقيب التالي، ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. ذلكم إشارة لهذه المحرمات السابقة، فهذه الأحكام هي وصية الله تعالى الحاكم المتصرف، الوصية ديال العباد لطفا منه وإحسانا لعلهم يعقلون ويتدبرون منافع وفوائد هذه التكاليف في الدنيا والآخرة. ثم كينتقل الخطاب القرآني من بعد تصحيح العقيدة وتنظيم العلاقة الأسرية وتطهير المجتمع من الفواحش والقتل إلى الحديث عما به حفظ نظام تعامل الناس مع بعضياتهم، وهو العدل في مختلف الصور دياله، العدل مع الأيتام والعدل في الميزان والعدل في الشهادة. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده، فاليتيم في المجتمع الجاهلي كان مهضوم الحقوق، بحيث كان الولي ديالو كياكل الفلوس ديالو كيضيعها ليه، لانه عارف انه ما كاينش اللي غيدافع عليه. ولذلك كنوجدوا ايات كثيره في القران كتوصي باليتيم وكتنهى وكتحذر من اكل المال ديالو ظلما واعتداء، بل كتنهى على مجرد القرب من المال ديالو كما في هذه الايه. كما اننا كنوجدوا الكثير من الاحاديث النبويه الشريفه اللي كتنهى على اكل مال اليتيم، بل وكتحفز على الكفاله ديالو والعطف عليه، وهذا كيدل على اهتمام الإسلام بالأيتام والحقوق ديالهم يعني كأفراد داخل المجتمع. فكيأمر الله تعالى الولي في هذه الآية أنه ما يقربش المال اليتيم إلا بالطريقة اللي هي أحسن لليتيم وفيها خير ليه، إلا بالتي هي أحسن، بحيث ينمي ليه هذاك المال بالتجارة ويحفظه ليه حتى يبلغ أشده، أي حتى يبلغ سن الرشد والبلوغ اللي كيخرج فيه من ضعف ووهن الصبا وكيبلغ به أهلية التصرف في المال ديالو، فهذاك الساعة كتسلم ليه. ومن العدل مع الأيتام أعزائي كينتقد السياق القرآني للعدل في الميزان، وأوفوا الكيل والميزان بالقسط، فهذا أمر من الله تعالى بإيفاء الكيل والميزان بالعدل، بحيث ما كيضيع ما كيضيع، لأنهم في الجاهلية كانوا يطففون الميزان، أي كيبخسوه في الكيل والميزان، إما بالنقصان إلى باع الناس أو بالزياد إلى الشرم عندهم، وهذا كله من أجل الربح. وتطفف أعزائي ظلم عظيم ومظلمة كبيرة، فاللي أخل بالميزان وطفف فهو مسؤول امام هذوك اللي بخصهم حقهم، فحتى ولو يتوب من الذنب ديالو فما كتقبلش التوبه ديالو حتى يرد الحقوق المغصوبه لمواليها. ومن رحمه ديال الله تعالى اعزائي ان نعقب على الامر بالعدل في الميزان بقوله تعالى لا نكلف نفسا الا وسعها، لان الايفاء الحقيقي للكيل بالحبه واختها امر عسير وصعيب، ولذلك فالله تعالى ما كيكلفش العباد ديالو الا بداكشي اللي كيظنوا تقريبا انه ايفاء.
وفعلهم فيما وراء ذلك إن يحب جوج ثلاثة إلى حرج، وإلا فغادي تعطل المصالح والمنافع. ومن بعد المعاملات المالية كتجي المعاملات القولية ما بين الناس، وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى، يعني العدل في كل أنواع الشهادات، القضاء والمشاورة والصلح ما بين الناس والإخبار بصفة المبيعات والوعود والوصايا، بل حتى المدح. فالشهادة خصها تكون لله وبالعدل، ولو كان اللي غيشهد عليهم من الأقارب. فلا بد أعزائي من العدل والإنصاف باش ما تضيعش حقوق الآخرين ظلما واعتداء. وهذه الوصايا كلها واللي قبل منها هي عهد الله تعالى والميثاق ديالو اللي واثق عليه المسلمين لما دخلوا في الإسلام، ولذلك يعني ختمها تعالى بالأمر بإيفاء العهد، وبعهد الله أوفوا. وإضافة العهد لإسم الجلالة كيحمل معاني كثيرة، منها الوفاء بهذاك الشيء اللي يعني عهده الله تعالى إلى عباده من الشرائع، وما عاهدوا الله تعالى أنهم يعملوه والتزموه وتقلدوه. وأيضا كتعني العهد اللي أمر الله تعالى بالحفظ دياله وحذر من النقض دياله، وهو العهد اللي كينعقد ما بين الأفراد أو ما بين القبائل. فالآية هي آمرة لهم بخلق الوفاء، وهذا الخلق اللي كانوا العرب كيتمادحوا به، ومن العهود اللي أبرمت ما بيناتهم في الجاهلية، حلف المطيبين وحلف الفضول، والحلفين بجوج كان على نفي الجور والظلم على القاطنين بمكة، تحقيقا لعهد الله تعالى لسيدنا إبراهيم عليه السلام أنه يجعل مكة بلدا آمنا واللي يدخل يكون آمن. لكن المشركين ما وفوش بهذا العهد، بحيث اعتدوا على ضعاف المؤمنين بمكة وظلموهم وعذبوهم. فلذلك كيأمر الله تعالى الرسول ديالو الكريم في هذه الآية أنه يقول لهم في هذاك الشيء اللي كيتلو عليهم، أن نقض عهد الله بتحقيق الأمن والأمان بمكة أولى أنهم يحرموه من المزاعم ديالهم الكاذبة، فذاك الشيء اللي حرموه هو حلال طيب. وهذه الوصايا الأربعة أعزائي اللي هي المحافظة على مال اليتيم وإيفاء الكيل والميزان والعدل في القول والوفاء بعهد الله، هي وصايا الله تعالى لهم اللي تعرف ما بين العرب أنها محامد، فالأمر بها والتحريض عليها هو تذكير بهذاك الشيء اللي عرفوه في شأنها، ولكنهم تناساوه بغلبة الهوى وغشاوة الشرك على قلوبهم. ولذلك قال تعالى ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون، كما أنها وصايا وموعد المؤمنين باش يتذكروا عهد الله تعالى وبالتالي يتقيوا باجتناب هذه المحرمات. وهنا كيجي القسم الثالث من هذه الأحكام والوصايا اللي تضمنتها هذه الآيات، وهو اتباع طريق الإسلام والحذر من الخروج عليه لسبل الضلال. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. والصراط هو الطريق الجاد الواسع كما سبق في سورة الفاتحة، والمراد به هنا الإسلام كما دل عليه قوله تعالى في نهاية السورة قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما. ومعنى كونه مستقيما أي لا اعوجاج فيه، فالطريق ديال الله طريق واحدة ووحيدة كتأدي لطريق الجنة والنعيم، وأما السبل الأخرى أي الطرق الأخرى اللي فيها تزيين الشياطين من ميلال ونحال وأهواء، فهي طرق غير مستقيمة كتبعد على طريق الله اللي هو الطريق القويم. فتفرق بكم عن سبيله أي تميل بكم على دين الله اللي ارتضاه لعباده، كما أن يعني الطرق الملتوية كتميل بهذاك اللي كيمشي فيها يعني لما كانش متعود عليها التفرق به على الطريق ديالو الوجهة ديالو، وبالتالي كيتلف ما بين الطرق. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما خطا ثم قال هذا سبيل الله، ثم خط خطوطا على يمينه وشماله أي على يمين الخط المخطوط وعلى الشمال دياله، ثم قال هذه سبيل على كل سبيل منها شيطان يدعو إليها، ثم قرأ هذه الآية. فهذه وصية الله لعباده على لسان النبي ديال والرسول ديالو، ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. فاللي مشى في هذا السبيل مستقيمة فغادي يحصل على التقوى، لأن هذا السبيل كتحتوي على ترك المحرمات ولا فعل الصالحات، فإلى تبعها السالك فكيصبح من المتقين. وكنلاحظوا أعزائي أن الله تعالى ختم الوصايا السابقة بلعلكم تعقلون، ثم لعلكم تذكرون، ثم لعلكم تتقون، لأنهم إلى تعقلوا غيتذكروا وبالتالي غيتقوا محارم الله، فسبحان من هذا كلامه. أحبتي في الله، يعني هذه المحرمات اللي أمر الله تعالى النبي ديالو سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام أن ينادي المشركين ويقرأها لهم، وهي وصايا لهم كما كانت وصايا الأمم اللي قبل منهم، يعني يبلغوها لهم الرسل ديالهم والأنبياء ديالهم، وهي نفس الوصايا اللي تضمنها كتاب موسى اللي أرسله الله تعالى لبني إسرائيل. ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن، فالله تعالى أعطى الكتاب اللي هو التوراة لسيدنا موسى تماما، أي أتم به النعم ديالو الكثير على موسى
على الذي احسن، اي جزاء على الاحسان ديالو والطاعه ديالو المولاه والقيام ديالو بهذاك الشيء اللي كلفوا به من تكاليف الدين ديالو. وهذا الكتاب اللي هو التوراة فيه تفصيل لكل شيء من امر الدين في الحلال والحرام، وتفصيلا لكل شيء، كما انه فيه هدايه ورحمه لقوم موسى لعلهم يؤمنون بلقاء مولاهم فيستعدوا ويتزينوا بصالح الاعمال لهذا اللقاء، وهدى ورحمه لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون. وذكر إيتاء موسى الكتاب هنا أعزائي هو تمهيد القول تعالى وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون، اللي افتتحوا تعالى باسم الإشارة وهذا، وقدم المفعول اللي هو الكتاب في مكان المبتدأ وهذا كتاب أنزلناه، هادشي كله تنويها بهذا الكتاب العظيم اللي هو القرآن الكريم واللي يجمع ما جاء به موسى عليه السلام وأعظم ما جاءوا به الأنبياء والمرسلون، فهو كتاب مبارك فيه الخبر الكثير، خير الكثير والعلم الغزير، وهو اللي تستمد منه سائر العلوم وتستخرج منه البركات المتجددة على القارئ ديالو المستمع له والمتدبر له، فهو الذي لا تنقضي عجائبه في كل زمان ومكان ولا ينضب معينه ولا تنتهي معجزاته، فما من خير إلا ودعا إليه ورغب فيه وذكر الحكم والمصالح التي تحث عليه، وما من شر إلا ونهى عنه وحذر منه وذكر الأسباب المنفرة من الفعل ديالو من عواقبه. ولذلك كيأمر الله تعالى للكل بالاتباع ديالو تقوى الله عز وجل في عدم المخالفة ديالو من أجل الفوز بالرضا والرحمات، لأن الرسالة الخاتمة والمعجزة الخالدة، فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. ومن حكمة إنزال القرآن الكريم أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين، فلا حجة للعرب من بعد نزول القرآن أنهم يقولوا إنما أرسل الله تعالى موسى وعيسى لطائفتين من قبل منهم وهما القوم ديالهم باللسان ديالهم وحنا كنا على الدراسة ديال الكتب ديالهم غافلين، أي لا علم لنا بها، لأن غالبية العرب كانوا أميين. أو يقولوا لو أننا وصلنا الهدى اللي وصلهم ونزل علينا بحال الكتاب اللي نزل عليهم باللسان ديالنا لكنا أهدى منهم وأحسن استقامة منهم. أو تقولوا لو أن أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم. لكن الآن ومن بعد إرسال الله تعالى الخاتم الأنبياء والمرسلين عليه الصلاة والسلام ومن بعد نزول القرآن بلسان عربي مبين، فلا حجة للناس عامة والعرب خاصة. هذا القرآن اللي وصف الله تعالى بالبينة، أي فيه البيان على أنه من عند الله لإعجازه بلغاء العرب ولإعجازه العلماء في جميع الميادين وفي جميع العصور والأزمان، وهدى بما اشتمل عليه من الإرشاد إلى طرق الخير، هو أيضا رحمة بما جاء به من شريعة سمحة ميسرة لا حرج فيها. فلا حجة لأحد من بعد القرآن الكريم، فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة. واللي كذب وكفر به وصدف عنه فهو ظالم لنفسه، فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها، سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون. وهذا تهديد ووعيد شديد لكل من جاءته آيات الله تعالى سواء القرآنية أو الكونية أو التكوينية في الأنفس، وكل ما بلغ الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام ثم كذب بها وصدف عنها، أي أعرض عنها وصد غيره عليها، فجمع ما بين الضلال والإضلال، فجزاؤهم سوء العذاب بما كانوا يصدفون، أسوأ عذاب في مقابل أسوأ تكذيب من بعد اتضاح الآيات والبينات. فشنو كينتظروا باش يصدقوا ويأمنوا من بعد تمام الحجج وتعاقب الأدلة وجلاء البراهين؟ هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك؟ وهذه هي الآيات اللي كانوا كيطلبوها من الرسول عليه الصلاة والسلام وكينتظروا التحقق ديالها تعنتا ومكابرة، وما اكتفوش بأكبر وأعظم آية واللي هي نزول القرآن الكريم، فجاهم الرد اللائق بهم وهي أن الآيات اللي كينتظروها غادي تجيهم ولكنها آيات العذاب. هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة؟ والمراد بهم هنا يعني ملائكة العذاب بحال اللي ينزلوا يوم بدر، أو الملائكة المكلفون بقبض الأرواح. أو يأتي ربك، أي يأتي عذابه العظيم، فهو لعظم هوله أسند إلى الآمر به سبحانه، وأيضا إتيان الأمر ديالو تعالى بحساب الناس يوم القيامة والقضاء والفصل ما بيناتهم. أو يأتي بعض آيات ربك، أي آية العذاب والاستئصال لهم في الدنيا عقوبة على التكذيب ديالهم، أو آيات وعلامات الساعة الكبرى. فهؤلاء المشركون شنو كينتظروا؟ حتى تجيهم هاد الآيات ويجي عذاب الدنيا وعذاب الآخرة؟ هذيك الساعة عادي يأمنوا؟ هيهات هيهات، فالتوبة والإيمان لا تقبل عند الغرغرة،
وحين تطلع الشمس من مغربها. يوم تاتي بعد آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل، وهي النفس الكافرة اللي ما كتآمنش من قبل، فما كينفعهاش الإيمان ديالها يوم ياتي بعض آيات الله تعالى. يقول الحبيب مصطفى عليه الصلاة والسلام فيما رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة: لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها، فإذا طلعت ورآها الناس آمنوا أجمعون، وذلك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل. ثم قرأ هذه الآية: أو كسبت في إيمانها خيرا، وهي النفس اللي آمنت لكنها ما كسبتش شي خير في مدة الإيمان ديالها، بحيث اقتصرت على الإيمان وفرطت في جميع أعمال الخير والطاعات، فما كينفعهاش هذاك الشيء اللي كتكسب من خير يوم ياتي بعد آيات الله، فلا توبة مع الغرغرة. وهذه الآية أعزائي جمعت ما بين تحذير المشركين من التمادي في الكفر والتكذيب، والتحذير أيضا للمؤمنين من الإعراض على الأعمال الصالحة، فالإيمان هو ما وقر في القلب وصدقه العمل. قل أي قل يا محمد انتظروا إنا منتظرون، وهذا أمر للرسول عليه الصلاة والسلام بأنه يهددهم ويتوعدهم ويأمرهم بالدوام على الحالة ديالهم من المكابرة والمعاندة وعدم الدخول في الإسلام. فالمسلمون حتى هما كينتظروا، ولكنهم كينتظروا نصر الله ونزول العذاب والعقاب الأعداء ديالهم، أي دوموا على انتظاركم فحتى احنا رحنا كنتظروا. وهذه الآيات أحبتي بقدر ما فيها من تهديد ووعيد المشركين والمفرطين في الإيمان ديالهم، بقدر ما فيها أيضا وعد وبشرة للنفوس المؤمنة التي كسبت في إيمانها خيرا، بأنه غادي ينفعها الإيمان ديالها والعمل ديالها. ثم كيتوجه الخطاب القرآني للرسول الحبيب عليه الصلاة والسلام: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، فالدين عند الله تعالى هو الإسلام، دين توحيد، دين إبراهيم عليه السلام، ودين الفطرة، ومن شأن الدين أن يكون عقيدة واحدة وأعمال واحدة. لكن المشركين وأيضا اليهود والنصارى والصابئة وحتى المجوس فرقوا دين الأب ديالهم إبراهيم بالشرك، وكانوا شيعة، بحيث كل فرقة كتنتصر الصنم ديالها أو المعبود ديالها أو الهوى ديالها، وكتزعم أنها هي اللي على الحق. والقرآن إخواني أخواتي كيخاطب الناس في كل زمان ومكان، ولذلك فمن معاني الفرقة في هذه الآية هذاك الشيء اللي عملوه بعض المسلمين بعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام في خلافة أبي بكر من منع الزكاة، حتى قال رضي الله عنه: لا أقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. وأيضا كل تفريق كيفضي الأصحاب دياله إلى تكفير بعضياتهم وكيفضي الفتنة ومقاتلة بعضياتهم في الدين، فهو مما حذر الله منه في هذه الآية. فهؤلاء الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، فالله تعالى كيبرأ الرسول الحبيب منهم. فالإسلام دين الائتلاف والاجتماع على شرع الله تعالى، لا فرقة فيه ولا اختلاف، واللي فرقوا الدين ديالهم واختلفوا فيه فأمرهم إلى الله تعالى، وهو اللي غادي يجازيهم. إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. فالأمر ديالهم إلى الله تعالى الخالق ديالهم، هو اللي غادي يتولى الجزاء ديالهم على سوء عملهم، فهو تعالى يمهلهم ويملي لهم في الدنيا، وغادي ينبئهم بسوء الأعمال ديالهم في الآخرة يوم الحساب والجزاء. من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. فهذا هو قانون الحساب والجزاء عند الله تعالى، واللي كيظهر فيه العدل ديالو المطلق سبحانه، والكرم ديالو جل في علاه للمحسنين، والرحمة ديالو بالمسيئين. فهو قانون ما كيظلم حتى شي واحد، ما كينقصش من ثواب الطائع، بل كتضاعف ليه الحسنات، وما كيتزادش فيه على عذاب العاصي، بل يجزى بما كسبت يداه. وإلا هم شي سيئة وما عملها شي كتكتب ليه حسنة كاملة، ولا تاب وأصلح كتمحى عليه السيئات ديالو، بل وأبدلت حسنات. أي كرم وأي جود من الجواد الكريم سبحانه. ما للعباد عليه حق واجب، كلا ولا سعي لديه ضائع، إن عذبوا فبعدله أو نعموا فبفضله وهو الكريم الواسع. أحبتي في الله، وهكذا كنوصلوا للخواتم اللي كتلخص كل ما ورد في هذه السورة الكريمة من إثبات الوحدانية لله عز وجل، وتفرد بالربوبية والألوهية، والتحليل والتحريم. قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. فمن بعد إقامة الحجج الظاهرة والأدلة الباهرة، ومن بعد انكشاف ما عليه إن أهل الكفر من زيغ وانحراف ودم السبل ديالهم، كيذكر الله تعالى بالمنهج القويم والصراط السوي باش يكون مسك الختام لهذه السورة الكريمة.
فصراط الله تعالى الصراط المستقيم هو اتباع دين الإسلام اللي هو دين إبراهيم، الدين الحنيف اللي ما فيه لا شرك بالله تعالى ولا كفر، الإسلام اللي هو استسلام كامل لله رب العالمين. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. الإخلاص الكامل لله تعالى في الأقوال والأفعال والأحوال، فحياة المسلم كلها لله بكل حركة وبكل سكنة، بكل نبضة من قلبه، بكل دخل الدم دياله، صلاته والنسك دياله، أي تعبد وتقرب الله تعالى بالذبح. وخص الله تعالى أعزائي من بين سائر الأعمال الصلاة والنسك، لأنها أشرف العبادات، لأنها كدل على محبة الله تعالى وإخلاص الدين ليه والتقرب ليه بالقلب واللسان والجوارح، وبالذبح اللي هو بدل ما تحبه النفس من المال. ولأن اللي يخلص لله تعالى في الصلاة دياله والنسك دياله كيخلص في سائر الأعمال دياله. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي، كذلك الحياة دياله وما حفلت به من الطاعات والأعمال الصالحة، والممات دياله أي الحالة دياله من الإخلاص والإيمان حين كيكون تيموت. فهذا الشيء كله لله وحده دون ند أو شريك، لله رب العالمين لا شريك له. والرسول الحبيب عليه الصلاة والسلام هو أول المسلمين وسيدهم، فكيفاش يجعل لله شريك ويتخذ ربا من غيره؟ هو تعالى رب كل شيء، كل شيء في الأرض وفي السماء. قل غير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء، فهو سبحانه رب كل شيء ومليكه، هو الخالق الرازق المدبر لشؤون خلقه المصرف لملكه. قل غير الله أبغي ربا وما منا إلا وهو رهين بما كسبت يداه، فلن ينفعني أحد ولا تكسب كل نفس إلا عليها. قل غير الله أبغي ربا ولا يتحمل أحد وزر أحد ولا تزر وازرة وزر أخرى. قل غير الله أبغي ربا وإليه سبحانه المرجع والمصير للفصل بين الخلائق فيما كانوا فيه يختلفون من أمر الدين والاعتقادات والملل. ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. وهكذا أعزائي كيلقى الله تعالى الرسول ديالو الكريم كيف يتبرأ من الشرك والأهل ديالو. فالله سبحانه لا رب غيره ولا معبود سواه، ومنه سبحانه المبتدأ وإليه المنتهى للحساب والجزاء. فهو تعالى استخلف العباد في الأرض وسخر لهم جميع ما عليها ومنحهم الكنوز ديالها والخيرات ديالها، ثم جعلهم خلائف فيها أي يخلف بعضهم بعضا. وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات، أي فاوت ما بينتكم في الأرزاق والأخلاق والمحاسن والمساوئ والعقول والمناظر والأشكال والألوان، ولو سبحانه في ذلك حكمة بالغة ليبلوكم فيما آتاكم. هذه هي الحكمة من وراء هذا الاستخلاف والتفاوت في الخلق والإنعام، إنه ابتلاء واختبار الطاعة والرضا والامتثال. إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم. وبهذا الترهيب أعزائي اللي كيزلزل كيان معاندين معرضين، والترغيب اللي كيبعث الرجاء والسكينة في قلب المؤمنين وكيفتح أبواب التوبة والإنابة أمام الضالين المعاندين، كتنتهي هذه الصورة الكريمة وكتبدأ صورة جديدة هي صورة الأعراف واللي تتمت هذا الربع فيها، وهذا اللي غنشوفه في الحلقة القادمة بحول الله. أجارني الله وإياكم من عذابه، وجعلنا من أهل قرآنه وجنانه، ورزقنا صحبة أنبيائه وأصفيائه. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Oh,